إعلام السيسي رفعت الاستخبارات في التعامل مع الغلاء. المخابرات العامة استدعت عدد من الإعلاميين وكتاب المقالات بمقر الجهاز من أيام. يا ترى استدعوهم ليه؟ الاجتماعات كانت بتهدف إلى وضع خطة للتعامل الإعلامي مع غلاء الأسعار. يعني تعالوا يا جماعة إحنا مش هنخلي أشرف يتصل بيكو، إحنا هنجيبكم كلكم تقعدوا قدامنا علشان نشرح لكم خطة التعامل. كان بيركزوا على محاولة امتصاص غضب الشارع المصري خلال الفترة اللي جاية من غلو الأسعار وارتفاع أسعار منتجات كتيرة وخدمات كتيرة. التوجيهات بالحديث عن الأعباء التي تتحملها موازنة الدولة بسبب دعم الطاقة. يعني كمان يومين أو بكرة لما يطلع عزمي مجاهد وأحمد موسى يقول لك البلد بتضغط مضغوط عليها، البلد بتصرف كتير علشان هي بتتحمل أعباء في دعم البنزين والسولر والغاز والكلام ده كله، لما تسمع الكلام ده اعرف انهم بيسمعوا التوجيهات وبيسمعوا الكلام اللي اتقال لهم في المخابرات. هيأكدوا لحضرتك ان محاولة التغلب على المشكلة الاقتصادية لابد يكون للمواطن المصري دور فيها. هتلاقي الكلام ده في المقالات او الاخبار اللي بتتصدر الصفحات الاولى والبرامج التلفزيونية. التوجيهات برضو بتقول لهم ابعدوا اسم عبد الفتاح السيسي عن اي موضوعات بتتعلق بالغلاء، قولوا الوزاره، قولوا رئيس الوزراء، قولوا رجال الاعمال، بس اوعى تجيب اسم السيسي. اوعى تتكلم عن ان هذه الاجراءات اجراءات حكوميه، اجراءات عفوا من السيسي، لازم تتكلم عن ان دي اجراءات وفقا لخطه لاصلاح الاقتصاد المصري هتخلي مصر ام الدنيا واحسن دوله في العالم، ولازم يا جماعه نواجه اللي بيحصل للبلد والمؤامرات اللي عليها. يعني وقف مسألة مناشدات للرئيس حتى ولو عبر مقالات الرأي. يعني ما تقعدوش بقى تقولوا يا رئيس اتدخل، يا رئيس حل، يا رئيس مش قادرين. لازم تسيبوا مساحة كبيرة للحديث عن مشروعات جديدة تنفذها الدولة. يعني قولوا للناس بكرة حلو وجميل واستحملوا، ولازم يبقى ليكوا دور في رفع عجلة الانتاج في البلد من أجل محاولة بس الأمل ومواجهة حالة الغضب وامتصاصه بشكل كبير. قولوا للناس بكرة جميل، قولوا للناس في مشروعات بتنفذها الدولة مش بس بتاخد منكم.